وتتواصل مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك وسط حضور آلاف من المواطنين وكبار قادة العالم. وجاء تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد ذي 74 عاما خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر من العام الماضي عن عمر ناهز 96 عاما. وبذلك يصبح الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا اللذان يتوجان هناك رقم 40 منذ عام 1066.